يا صباح الفل، يا صباح الامان من رب العباد. النهارده لما وضعنا سلطه البتنجان بالحمص والخضار، حاجه كده وهميه طعمها حلو جدا، اللي جربها مش هيبطل يعملها. بتتاكل جنب مشويات، تاكل جنب لوحدها، جنب مقرمشات، تحطي تقرمشي عيش، توست ناشف، طعمها صراحه خطير. اول حاجه البتنجان بتاعي بقطعه مربعات صغيره وهعمله بماء بملح وعصره عادي واقليه القلي بتاع البتنجان عادي. والحمص بتاعي بكون سلقاه يعني سوا كامل، مش تسنوس، لا سوا كامل، وبصفيهم واقطع الخضار بتاعي. بقطع جزر، ببشر جزر، وبقطع بصل صغير، بقطع فلفل الوان، طبعا فيتامينات عاليه جدا، كل حاجه في قلبها. فلفل الوان عندك متقطعه، بصل متقطع، بشره جزر، كل حاجه حطها في قلب السلطه. والبتنجان والبتاع ومعايا لبقدونس، لكزبره، بس طبعا انا كنت حاطه بقدونس. الدريسنج بقى بتاع السلطه دي اهم حاجه. الدريسنج بتاعها عباره عن ايه؟ 3 ليمونات كبار عصير، يعني زي فنجان قهوه كده، ليمون معصور، معلقه عسل ابيض، معلقه دبس رمان، معلقه مستردة، وملح وفلفل وكمون. طريين مع بعض كويس، ده بيبقى مع بعض قوي 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 الدريسنج ده. وطبعا زيت، شويه زيت صغيرين كده، زيت ذره او زيت زيتون، واضربي كله مع بعضه ونزلي فيه السلطه بتاعتك زي ما انت شايفين عملتها، وجهزوها وسيبوها شويه لو عايزين مستعجلين على طول. انا اكلت على طول من طعمها، كان تحفه بجد. مش مستعجله، سيبيها ساعه بس، غطيها شويه في الثلاجه بساعه كده، بتشرخ من بعضها شويه. حطيها جنب فراخ مشويه، جنب بطاطس محمره لوحدها، جنب لوحدها، تتاكلي كده جنب حبه مكرونه، اي حاجه. بصراحه طعمها حلو جدا جدا، مستر التجربه. رب تجربوها وتقولوا لي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.